سافرت عبر الزمن وشعرت بشعور غريب جدا. يلا خبركم القصة كاملة. بعد التجهيز للمشاركة في مشروع ضخم بتونس، إجا موعد السفر وطرت من تركيا الساعة 11 صباحا وبقيت 3 ساعات بالطيارة. بعدها وصلت تونس الساعة 12 وهيك سافرت للماضي ساعتين. قبل بدء المشروع استغليت الفرصة وتعرفت على تونس الخضراء، كل ملامحها من عراقة الماضي. زرت الأسواق القديمة وبلدة سيدي بوسعيد ومشيت كتير بشوارع تونس بشكل عشوائي، وكمان شربت الشاي التونسي والقهوة بالأماكن الشعبية، وكان الشجر واللون الأخضر بكل مكان كان حرفيا واضح حبهم للون الأبيض والأزرق اللي مغطي معظم الأبنية. خبروني إذا حابين اعمل فيديوهات عن الأماكن يلي زرتها، اكتبوا لي بالتعليقات. شعرت مشاعر غريبة بهي البلد. أولا الوقت بمشي ببطء وكأنه فعليا زاد وقتي. ثانيا حسيت إني في شوارع دمشق للوهلة الأولى. بعد الجولة السريعة بدأت المشروع بعد تعب طويل جدا وانتهيت من العمل، وأكيد رح أحكي لكم التفاصيل بالفيديوهات القادمة. وكمان كملت زيارة للأماكن المهمة الثانية قبل السفر، وبعدها إلى تركيا من الجو الأفريقي الحار إلى البارد الأوروبي الآسيوي، والحالة كمان رجعت سافرت إلى المستقبل ساعتين. تابعوني لخبركم شو صار معي ببلدة سيدي بوسعيد. سلامات.